برشلونة بيعود من الحجر الصحي بحفلة على ريال مايوركا، شارك فيها لاعبين كتير في برشلونة، جوردي ألبا وميسي وبريث وايت وفيدال، وكانت حفلة كبيرة على مايوركا. بس كان في حاجة هنتكلم عليها بالتفصيل، لأن برشلونة كان في الشوط الأول كان عنده شكل بيلعب بيه، والشوط الثاني كان فيه شكل تاني خالص، لاعبين لفتوا نظري في الملعب ولاعبين تانيين عليهم علامات استفهام. نتكلم على حاجات كتير جدا في اول مباراة لبرشلونة بعد غياب 3 شهور تقريبا. قبل ما نخش في الحلقة انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشترك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول، ويلا بينا نخش. كيكي سيتيان بدأ النهارده في حراس المرمى، تير شتيجن قدامه، بيكيه وروخو على الشمال، بيلعب جوردي ألبا على اليمين، سيرجيو بيرتو بيلعب بثلاثي في نص الملعب، بوسكيتس وديونج وفيدال، قدامهم ثلاثي بريس وايت وميسي وجريزمان. يعني لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وبنقعد على الكراسي كده نتفرج على الماتش. هوب الجول الاول لبرشلونه، الجول الاول لبرشلونه عن طريق فيدال بكره عرضيه. بعد كده الشكل ابتدى يبان، شكل ده يبان بان برشلونه ابتدت تلعب ضغط عالي نوعا ما، بتضغط لعيبه ريال مايوركا في نص ملعبها لما لعيبه برشلونه بتفقد الكوره. وكنا كمان بنشوفه جدا جدا كان بيحصل ان العمق ما حدش فيه بيشتغل كتير، العمق اللي بيشتغل فيه الوحيد اللي بيشتغل في العمق هو ميسي، لان هو الوحيد اللي في برشلونه حاليا اللي يقدر يلعب في وسط زحمه ويقدر يلعب في وسط تكتل في نص الملعب. كنا بنشوف كتير جدا فيدال وديونج الاثنين بيفتحوا على الاطراف مع بريث وايت ومع جريزمان، حتى جريزمان كان بيخرج بره منطقه الجزاء كتير، وهنجي له جريزمان ده شويه كده. بس ميسي الوحيد اللي كان بيلعب من العمق، لان العمق كانت ريال مايوركا مضايقه جدا الملعب في عمق، مضايقه جدا 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 في عمق الملعب وفي نص الملعب، وساب الاطراف لبرشلونه تلعب بكل حريتها. وده اللي كان بيشتغل عليه برشلونه، ريال مايوركا اي نعم عارفين اللي هو يبقى داخل قافل العمق جدا على ميسي، ودول اللي بيلعبوا على الاطراف بقى. بريت وايت ابتدى اللي هو يروح يساند جوردي ألبا، والناحيه الثانيه فيدال بقى يمين نوعا ما مع سيرجيو روبرتو علشان يلعب معاه ناحيه اليمين، وابتدى يعملوا عرضيات كتير جدا بقى جوردي ألبا وسيرجيو روبرتو ولاعيبه برشلونه، ابتدوا يلعبوا على العرضيات، ابتدوا يجمعوا اللعب في حته وهوب الناحيه الثانيه يغيروا الملعب ويرفعوا عرضيه. اللي كنا بنشوفه كتير جدا جدا الشوط الاول، وعشان قدر الشوط الاول يخرج بهدفين، هدف الدقيقه 1 او الدقيقه 2 وهدف الدقيقه 37 من بريت وايت. بريت وايت الكوره كانت سلسه، ديونج الكوره في العالي اداها لتقريبا اداها لفيدال او اداها لجريزمان، جريزمان لميسي، ميسي لبريت وايت، بريت وايت نزلت على رجله تك الجول الثاني لبرشلونه. بعد الجول الثاني او بعد الجول الاول اصلا انا قلت برشلونه النهارده هتعمل حفله، الماتش ده مش قايل عن 5 6 جوان، لكن اللي كنا شايفينه من الشوط الاول برشلونه شكله كويس، برشلونه شكله افضل، برشلونه هو الاخطر، لكن ريال مايوركا ما كانش بيوصل كتير لمرمى تير شتيجن غير كوبو بس هو اللي وصل بكوره او بكورتين في الشوط الاول، غير كده برشلونه هو اللي مسيطر، هو اللي ضاغط، هو اللي خطير على الجول، هو اللي بيهدف، هو اللي عامل كل حاجه في الملعب، هو اللي بيضغط نوعا ما شويه، هو اللي بيتراجع، هو اللي بيلعب كوره على الارض، هو اللي بيلعب كوره طويله، هو اللي بيلعب عرضيات، هو اللي بيلعب في عمق الملعب، هو اللي بيلعب على الاطراف، هو اللي كان متحكم في رتم الماتش كليا الشوط الاول. لكن في بقى حاجه لفتت انتباهي نوعا ما شويه، جريزمان. جريزمان مش فاهم في ايه، يعني مش فاهم جريزمان ماله، يعني هل هو لسه ما انسجمش مع لعيبه برشلونه؟ مش عارف، هو خلاص دخل على موسم كامل مع برشلونه، مش فاهم ازاي ما انسجمش. حاجه تانية مش فاهم برضه في جريزمان، ان انت يا معلم طالما مش مولف عليه برشلونه اتكلم اكيد كتير، قول له حطني في مكان او اديني مهام لا تخليني ابقى مع لعيبه برشلونه نوعا ما منسجم، لكن انت في اللي احنا بنشوفه انت مش مع لعيبه برشلونه اصلا، انت لا بتظهر المدافعين ولا بتستلم كوره ولا بتلعب، بتنزل مثلا تضغط على المنافس او بتفضي مساحات او اي حاجه، انت مش موجود. جريزمان علامه استفهام كبيره جدا 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 في برشلونه، وممكن يعني ممكن بنسبه كبيره جدا يكون كوتينيو الثاني، لان كوتينيو برده حصل عليه هاله وحصل عليه بومينج كبير جدا، وابتدى بقى كذا سنه او كذا موسم ضغط على ليفربول، ضغط على ليفربول، ضغط على ليفربول عشان كوتينيو يروح برشلونه، وكوتينيو عايز يروح برشلونه وكلامه كان لحد ما كوتينيو راح برشلونه وفشل. جريزمان نفس الموضوع، موسم ورا موسم ورا موسم برشلونه فاق جريزمان، برشلونه فاق جريزمان، برشلونه فاق جريزمان، وجريزمان يطلع يقول لا مش هروح انا مع اتلتيكو، وفي الاخر جريزمان راح لبرشلونه وهو في طريقه للفشل. ده بصراحه انا مش فاهمه، هل جريزمان ايه اللي هنشوفه؟ هل في الايام اللي جايه ممكن ينسجم ويرجع تاني لفورمته؟ هل جريزمان هيمشي من برشلونه في اخر الموسم؟ ده اللي هنعرفه في الماتشات الجايه ولا نعرفه في الايام اللي جايه. بعد كده الشوط الاول
انتهى خلاص. الماتش الاول خلص 2-0 لبرشلونه بعد اداء كويس جدا لبرشلونه واداء ادى كريديت كويس لكريستيانو ان هو بدا كويس او بادئ بعد الحجر الصحي قدر ان هو يلعب مع برشلونه وقدر هو يخلي شكل برشلونه نعمه كويس ويعرف يقرا منافس ولعب على نقط ضعفه ان الاطراف هيسيبها فانا هلعب لك من الاطراف العمق لاعب واحد بس عندي بيعرف يلعب بالعمق هو ميسي فالعب لك من العمق بميسي بس وده اللي كنا شايفينه برشلونه في الشوط الاول. الشوط الثاني بقى شكله مغاير لبرشلونه شكل غريب لبرشلونه نوعا ما لان احنا كنا شايفينه الشوط الثاني من برشلونه غير الشوط الاول انت بدات برده الشوط الثاني انت نوعا ما ممكن تكون ضاغط على برشلونه بتضغط عليه بتحاول تقرفه وبتبدأت اصلا الشوط الثاني بتغيير بخروج فيدال ونزول راكيتيتش دي ممكن تكون حته اللي انت بتلعب على الحته الثانيه بقى اللي انت خلاص جبت جولين فابتديت تتراجع نوعا ما شويه بسبب البدني بسبب بدنيا العامل البدني اللعيبه ما يقعش منك تهدي الريتم بخروج فيدال ونزول راكيتيتش كان ممكن يرجع شويه مع بوسكيتس في نص الملعب كانوا بيشوف كتير جدا لان الشوط الاول اصلا لما كان برشلونه بيفقد الكوره كانت التشكيله بتتحول 4-4-2 وبريت وايت بينزل للملعب وفيدال بيفتح وبوسكيتس ديونج في نص الملعب وميسي وجريزمان قدام. الشوط الثاني كان نفس الشكل نوعا ما برضه راكيتيتش كان بيفتح وبريت وايت بينزل وميسي وجريزمان الاول لحد ما جريزمان طلع ونزل سواريز لكن اللي كناش فاهمينه ان برشلونه ما لعبش بنفس الريتم بتاع الشوط الاول ما ضغطش على ريال مايوركا ما حاولش اللي هو يقرفه لا بالعكس ده ريال مايوركا هو اللي كان بيضغط هو اللي كان مستحوذ هو اللي كان بيبقى اخطر على جون برشلونه كذا مره شفنا تير شتيجن بيشيل كور كذا مره شفنا كورنر لريال مايوركا كذا مره شفنا تسديده على مرمى برشلونه كذا مره شفنا برشلونه هادي خالص ما بيضغطش حتى كذا مره شفنا ريال مايوركا بيلعب في نص ملعب برشلونه ولاعيبه برشلونه ما بتضغطش على حامل الكوره مش فاهم بصراحه الشوط الثاني ليه كده كيكستين عمل كده ليه كيكستين التراجع كل التراجع ده ابتدى اللي هو انا هسيب الكوره ريال مايوركا هسيبه يضغطني هسيبه يبقى خطير عليا هسيب كل حاجه وبعد كده هخطفه في اخر الماتش ده اللي كان بفكر فيه كيكستين حتى تغييراته كانت بتدل على كده ليه تغييراتك بتنزل سيميدو وبعد كده بتنزل سواريز بدل جريزمان وبتنزل عليها ارثور ده بيبان ان انت بتحاول تجرب بل انت كسبان 2-0 بتحاول تجرب بتحاول تبتكر حاجه جديده اللي انت جربتش الاول الحاجه اللي انت تقريبا في دماغك حاولت الشوط الثاني تجرب حاجه جديده لكن تقريبا ما نفعتش فادى ان الشكل ريال مايوركا يبقى افضل منك في الشوط الثاني ده كان باين جدا ان ريال مايوركا افضل ريال مايوركا خطير جدا كان ممكن يهدف في كذا لقطه عصام الشوالي في كذا لقطه قال لك الكوره مش مع مايوركا الكوره مش متصالحه معاهم الكوره مش معاهم النهارده لو الكوره كانت خدمت النهارده مايوركا كنا ممكن نشوف جون واثنين في برشلونه برشلونه خرج بكلين شيت وبرباعيه باداء فردي الشوط الثاني لقيت نفسك بقى بتلعب بالاداء الفردي لقيت اللي انت حلول عندك الاداء الفردي مش زي الجماعي الشوط الاول الشوط الاول كان فيه شويه جماعيه الشوط الثاني بقى تقريبا كليا الاعتماد على اللعب الفردي سواريز شويه ميسي شويه جوردي البا حتى الجونين اللي انت جبتهم التانيين الثالث والربع كان من شغل فردي جوردي البا خد الكوره وقعد يجري 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 تك جون الثالث ميسي بعد كده في الجون الرابع راح ولم 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 الرابع بالتشديد الثاني بدات تساب الكره لميوركا وتلعب على المرتده وكمان مش بتلعب بشكل جماعي لا انت بتعتمد على الاسلوب الفردي او بتعتمد على العامل الفردي اللي هو المهاره اللاعب اللي عندك المهاره اللاعب اللي عندك اللي تخدمك ايه عوده اول مباراه بعد 3 شهور لبرشلونه لسه هنشوف لسه في مباريات ثقيله جايه لبرشلونه لسه في سيلتا فيجو لسه في اشبيليا لسه في ماتشات ثقيله جايه لبرشلونه لسه في اتلتيكو مدريد لسه في ماتشات هيبان فيها كيكستين اكتر هيبان فيها برشلونه اكتر لكن كمباراه لبرشلونه ضد ريال مايوركا ما كانتش اعظم حاجه وما كانتش اسوء حاجه كان في المتوسط في العوده اللي رجعها بعد 3 شهور بس ده في الاول وفي الاخر ده رايي انا في ماتش برشلونه وريال مايوركا قول رايك انت في الكومنتس في المباراه قول رايك في برشلونه قول لي كمان رايك هل برشلونه هل جريزمان ممكن يبقى كوتينيو الثاني ولا ايه وقول لي مين اللاعب اللي لفت نظرك في مباراه النهارده اللاعب اللي لفت نظرك في مباراه النهارده هو كوبو قول لي انت رايك مين اللي لفت نظرك في الملعب النهارده في مباراه برشلونه وريال مايوركا قول رايك في الكومنتس ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تجيلك حلقات اول باول وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتك في الديسكربشن تحت واعمل شير على فيسبوك بتويت على تويتر وكان معاكم مصطفى اشوفكم الحلقه الجايه سلام.